سأل شيخ كبير شاب: إلى أين؟ فقال: المسافر. لجيب الشيخ: كلنا مسافرون في هذه الحياة يا بني، فإذا لم تستطع أن تكون سببا في إسعاد أحدهم لا تكن سببا في شقائه. سمع فارس محرر القناة ويتأخر علينا بالمونتاج، لذلك يتأخر عليكم بالنشر. لا تكن سببا في شقاء الناس يا فارس. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. البارحة سأل أحدكم حفظه الله: محمد، ما رأيك في حادثة الممثل والطيار؟ حينها سبحان الله تذكرت قول ذلك الشيخ الكبير: إذا لم تكن سببا في إسعاد أحدهم لا تكن سببا في شقائه. ولكن دعني أخبرك ما لم تخبرك إياه السوشيال ميديا في هذه القصة. القصة تعرفها أنت: هذا طيار مدني كان الكابتن في رحلة طيران لذلك الممثل، وإكراما لذلك الممثل أخذ معه صورة من قمرة القيادة أثناء الطيران. هذه الصورة كانت سببا في فصله من عمله. كيف أنه سمح لشخص مدني بالجلوس في قمرة القيادة أثناء الطيران فتم سحب رخصته مدى الحياة؟ أمر غريب. هو توفي الآن رحمه الله، ولكن للحكاية بقية. انقسم الناس وقتها بين متعاطف مع الطيار وبين مبرر لفعل الممثل، إلى أن حكمت المحكمة بتغريم الممثل بمبلغ من المال ليكون رد الممثل على الحكم بإلقائه الأموال في مسبح في فيديو مسجل. هذه الأموال التي رميتها ليست حقيقية، هذا ما قاله الممثل أيضا. هنا اعتبر الناس هذا التصرف مستفز وشن عليه حملات إعلامية شرسة، وهنا تنتهي القصة وتنتهي رحلة ذلك الطيار مع الحياة، ولكننا أنا وأنت ما زلنا مسافرين. لذلك يجب أن ننظر للأمر من زاوية مختلفة. لذلك يا أحمد، هل يعقل أن يموت الإنسان إذا فقد عمله؟ هذا سؤال سألته عالمة الاجتماع كيت ستورلي، لتجد في دراسة إحصائية أن من يفقد وظيفته يكون أكثر عرضة لأمراض القلب وضعف جهاز المناعة. سامع فارس؟ قد تقول: لو فصلوني لماذا سأمرض وأموت؟ سأجد عمل آخر. أيضا تقول كيت ستورلي أن من تم فصلهم ثم إعادة توظيفهم خلال عام ونصف أيضا تعرضوا لمشاكل صحية. سامع فارس؟ لا، بعيدا عن المزح، هذا أمر منطقي. كطبيب تعرف أن أي قلق أو ضغط يرفع من مستوى الكورتيزول في الجسم، وبالتالي إضعاف نظام القلب والأوعية الدموية. لذلك لا تحزن أيها الجميل، فنحن نحبك في الله. لو فتحت محرك البحث وكتبت: لماذا ينتحر شخص كل 40 ثانية؟ ستجد الكثير من الأسباب، وستجد فقدان العمل من ضمن تلك الأسباب. لذلك يا أحمد، أحيانا فعل صغير يقلب الموازين، فإياك أن تستهتر في أفعالك. هذا الأمر يخيفني شخصيا حتى، يعني يمضي الإنسان سنوات من حياته في عمل معين ثم يهفو فجأة فيذهب عمله كله سدى، كما حدث مع الطيار وفعل التصوير من قمرة القيادة وبالتالي فصله. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لو نظرت لك الآن، أنت، نعم أنت، أنت الآن في هذه اللحظة في نعمتان كما ألاحظ: تراني نعمة البصر، تسمعني نعمة السمع. الحمد لله، نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى. ولكن ماذا لو بطرت بها كما فعل الممثل؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة مرة، فرأى كسرة من الطعام ملقاه فمسحها وأكلها وقال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها ما نفرت من قوم وعادت إليهم. لذلك يا أحمد، مهما بلغت من العلم والمال والجاه، إياك أن تعتقد أن ما أنت به من قوة لديك، بل هو رزق من الله وفضله. أتفق معك تماما، لذلك نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده. في قصة سليمان الراجحي الملياردير السعودي رحمه الله، كان الراجحي فقير جدا في صغره لدرجة أنه لم يستطع دفع رسوم رحلة مدرسية قدرها ريال واحد في صغره، وهنا أعطاه أحد المعلمين له هذا الريال كمكافأة على جوابه على أحد الأسئلة. ليفرح هذا الطفل فرحا كبيرا ويظل هذا الموقف محفور في قلبه وذاكرته، وتمضي الأيام والسنين ليصبح بفضل الله الراجحي من رجال الأعمال الناجحين، ثم يبحث عن هذا المدرس فيجده في حالة مادية صعبة، فيقرر حينها أن يرد له ذلك الجميل، فأهداه فيلا وسيارة وراتب مدى الحياة. جميل، محاولة الرد جميل هذا المعلم أو الأصح المربي الفاضل. هنا أسألك يا أحمد، هل لو أكرمك الله في يوم من الأيام بالغنى المالي، هل ستكرم الفقراء وقتها؟ نعم بالتأكيد، يعني أنا أعتقد أن الفقراء أكثر كرما من الأغنياء عندما يغنون. هذا الرأي سأله مجموعة من الباحثين في جامعة كاليفورنيا، أرادوا أن يعرفوا لماذا الفقراء أكثر كرما من الأغنياء مع أنهم لا يملكون ما يملك الأغنياء، وجاءت النتائج أن الفقراء يتعاطفون أكثر مع الآخرين، ربما لأنهم في مرحلة شعروا بنفس حاجتهم، وهذا ما أطلق عليه الباحثون
فجوة التعاطف. نحن هنا لا نقول أن الأغنياء بخلاء، يوجد الكثير منهم في غاية الكرم والإنسانية، ولكننا نشرح قاعدة عامة. مثلا الرئيس التنفيذي لشركة أمازون تبرع بمبلغ 131 مليون للجمعيات الخيرية في عام 2018، يعني حوالي 1% من ثروته. مالك شركة فيسبوك أيضا تبرع ب 410 مليون دولار للجمعيات الخيرية من ثروته البالغة 61 مليار دولار. نحن لماذا دخلنا بهذه التفاصيل؟ أنا نفسي لا أعرف. نعم، أي أنك كلما ملكت المال أصبحت أقل تعاطف مع الآخرين كما تقول الدراسة، لذلك تجد في هذا الكلام مبرر لفعل هذا الممثل الغير متعاطف أو المستفز. المهم، أتعرف ما الغريب؟ كيف للحزن أن يقتل إنسان وفي قصتنا ما يسمى بقهر الرجال؟ وهنا نتذكر ما علمنا إياه الحبيب المصطفى حول التعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال والتعوذ من الهم والحزن. حتى لو بدأ الإنسان من الخارج صامدا مقاوما وهذه من طبائع الرجال، ولكنه من داخله هش ضعيف، لأنه ببساطة خلق ضعيفة. الله سبحانه وتعالى يقول وخلق الإنسان ضعيفة. يقول العالم ألان بروسين أستاذ العلوم السلوكية في جامعة هيوستن، عندما تشعر بالحزن تزداد المواد الأفيونية في دماغك لتساعدك في التخلص من الإحباط والحزن، ولكن بزيادة إفراز هذه المواد تبدأ بالتأثير على جهاز المناعة لديك، وبالتالي يرتفع لديك بروتين التهابي يسمى IL-18. هذا مرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك ربما مات ذلك الطيار بعد ضعف جهاز مناعته وتعرضه لكوفيد-19. والأعمار بيد الله، لست في موضع كتابة تقرير وفاته كما نفعل كأطباء بعد كل وفاة، ولكنني هنا أريد منك أن تعلم كل ما أخبرتك إياه. حتى إذا حزنت يوما ما، والحياة أساسا فرح وترح، لا تسمع لنفسك أن تتمادى في هذا الحزن، بل الجأ لله سبحانه وتعالى فهو مفرج الهموم، وتأكد أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأخيرا رسالة لكل من يبطر أو يتعالى، أي شيء أو أي شخص في الدنيا له قمة معينة بعدها يبدأ في النزول لتبدأ قصة أخرى وحكاية جديدة. فالجميل سيأتي يوم يذهب جماله ويأتي الأجمل منه، والغني سيأتي يوم ويذهب غناه أو لا يملكه بسبب موته ويأتي الأغنى منه، فلا داعي للغرور أو التكبر. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. أضغاث وأفكار. توقفت عند المحطات الأساسية في حياتي وفكرت جدياً، كما لو كان الأمر ممكنا، ماذا لو فعلت هذا بدلا من ذلك؟ ماذا لو لم ألتقي ذلك الشخص؟ ماذا لو تغيبت ذلك اليوم ولم أحضر؟ كيف كانت ستختلف حياتي حينها؟ وقلت رضيت بقضائك يا رب، وظننت أنني هدأت وسكنت، ولكن هناك سؤال ظل في عقلي ينتظر إجابة، ألا تخاف من المستقبل؟ هنا تعلمت درسا، أنه ليس بالضرورة أن يعطيك الله عز وجل كل ما تريد، ولكنه يعطيك كل ما تحتاج. الدنيا دار اختبار وابتلاء، ولو كانت الدنيا محطة لتحقيق الأمان والسعادة فقط، فلما الجنة إذن؟ وهكذا تسجل بمنصة باز. اضغط الرابط الموجود أسفل المقطع، ثم قم بتحميل التطبيق، ثم افتح التطبيق وأدخل معلوماتك الشخصية. تأكد أن ترى إشعار التفعيل بجانب اسمي، وأهلا وسهلا بك كما كتبت لك مسبقا أيها الجميل.